أهلا بكم بهذا الفلوج الجديد. أهلا وسهلا بكم بقناة شاهي فاميلي. هذا الفلوج راح يبلش هسه. سووا سبسكرايب ولايك. خطين لازم كاميرا بجوية. يلا في مالا. حاليا بالسفارة السعودية جينا نستلم الجنسية مال كيوني ونقدم على الجواز. صرتي سعودية بعد من يحكي وياك مثل ما يقولون هرم وردو. بيبي صرتي سعودية واهلك لابسين علم السويد متفقين؟ شو قد لا مو متفقين الواقع الواقع للسفارة. يوم ولا لا تعذبيني بحبه يوم ولا لا شوف هنا الشباب شنو عندهم دا يسألوني على اسم قناتي. ما في جلوس. هذا شو كرك؟ أيوة كرك. أولي أولي وهذا إلي هذا إلي. أيوة هذا. براته؟ أيوة. مدام. شيكوا اليوتيوب مالتي. قال لي شو وقت ينزل الفيديو؟ بيض وجبن وشيبس عمان. وهذه آخر لحظات بالعاصمة. بابا من اكو دولمة بالبيت ما حد ينتظرني على الغداء. بابا 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 ما حد ينتظرني. وش قد حاطه روحك؟ لا يعني بالعافيه بس ايش قد حاطه؟ مو الي ها لا عاد شنو؟ انصحني بعد ما مات لا اصلا يعني تقنعين نفسك تحطينه منا على هنا؟ زين هذا خلاص. مستحيل مستحيل هالجمال هذا كله بشخص واحد. لكن انت كمبيوتر ما يقدر يرسمك. شنو ها بيبي شنو هذا ميكي ماوس؟ ماذا اصدق انه كايلي راح يصير عندها جواز وراح نقدر نسافر راح نقدر نراويها اماكن. اي وين نروح بعد؟ نروح لبرشلونه ونروح طوكيو ونروح نيويورك ها؟ وين نروح بعد؟ الهاواي. ايه خب هاي كيفتي عليها قدام اللونج مالتي بالبيت عندي هاي الفسحه هنا كلها رمل مظلم حلو. ف صار لي اسبوع اجذر بذني ذني مش مثل اللي ينفرشن يمشن بالقاع راح ازرعهن لان صرت اب. ضعوا هاي الوضعيه هنا شلون بقى شلون عرفتي اكو كاميرا انت يا اللوتيه؟ ها؟ نسوي كايلي انستغرام؟ منو ماكل ثوم انت لو هي؟ كايلي شو قصدك عم ماكل ثوم؟ لا جوز قنفه. شنو هاي القصه مال الشعر مال لاعب كرة قدم؟ طالعة كانك ابراهيموفيتش بزمانه. الفكرة كالاتي راح نودي كايلي البيت اهلي واوديها تدور على كم مشوار وراها شوية شوية ندخل باجواء الويكند شوية شوية. راح نشوفين بيبي؟ طبعا بيبي عايشة بالشارع اليمنى يعني فقريب جدا. لا لا ما انتي كاري ما انتي. اه حبيبي ممكن تشرح لنا شنو قاعد يصير؟ والله احنا ندرب على السلو مو دائما الرجال عرس بته يرقص ويا بته فبنفس ندرب. شو شلون يحسون كل عرسان شلون يحطونها حبيبي مو على بعضك احسك بيوم عرسهم. والله صح كل قرايبي هيك على راسهم كان منو زعلك هو بالعرس بنص العرس. جوليا صار لها اسبوع عند الاهل خلينا نشوف الرياكشن من تشوفني. جوليا هاي جوليا هاي جوليا هاي جوليا هاي طبعا كل ما الاهل يودعونا لمده ساعتين ثلاثه وكانهم مسافرين ضاعوا يوقفون كلهم هيج. جدو بيبي لا 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 مع الطرف العراقي اللي من البصره جانا شنو هو؟ مركب هوانا مركب هوانا ايوه من البصره جانا هاي من توصل هديل
وتفترض تبقى ساعة واقفة يمك هنا، هسه وصلتش لو لا؟ تجيني السالفة قبل ما اروح. اي شنو هسه شنو ترضين نسوي؟ لا مو وين اسوي، اقدر اراويكم شنو سوي. باي ذا واي اكو صدريات يعني كاني توصل لهنا انا. هاي شنو صدق هاي قهوة؟ هذا مشفي علي. طبعا لابس لي بلاك نظارات. اي. باك فيك وما يشوف شنو يسوي بحياته. مو مشكلة، أهم شيء أشوفك أنت. والله ما أعتقد أنت. أنت أحلى طقعة بحياتي. باي. من أجي هنا بصراحة أفصل عن كل شيء، أفصل عن فلوج، أفصل عن حياتي الشخصية، يعني أدخل بمود الشغل فأنسى أصور فلوج، فأطب هنا وشوفون لقى الوراء رأساً دا أطلع، بس بيناتهن ساعتين ثلاثة أنا دك شغل ومركز، فسرح أطلع. شنو؟ شنو هاي؟ نعيمين بالله راوينا؟ سعرات ولوك؟ كمون أب شنو عدنا هنا؟ شنو عدنا هنا؟ يا سلام يا سلام. واو الدولة، بس أتصور ذاك الصوص أطيب. هلو مامي كيولي، هاي قلبي. كل ما تشوفنا وإحنا غايبين تتفاجأ، مدري تزعل من عدنا. اه حبيبي، اه قلبي، متى تعرفنا؟ صباحك. ما شايفين ها ما تغدينا زين، جوعانين بعدنا بعد شونك. شو تعرف هالكاميرا؟ تندوره مرين لنا مشتاقين. شوفوا ايامنا شنو وين. أنا من أي وقت عم تشيل يلا هي أول مرة تشيل ممية بحياتها. لمينا شغلاتنا وراح نروح. جبنا كل بناتنا. هي تو بعدين. أوه لقفة التليفون جيم أوفر. اوكي ها هيج سالفه، فقدنا السيطره. ميدي نحتاج مساعده. يلا سوقت النوم يا كيولي، نسوي دودو. شغلنش بالفرنسي لو بالعربي؟ هنيا لك ابوكي غنيش بالعربي وبالفرنسي وبالاسباني. بوكيتو بوكيتو شوافي شوافي سيتو باسنتي باسنتي او او اوه هاي مامي. هاي لؤي قبل تركيا. لؤي بعد تركيا. لحظة تو مات شعر. يلا نقول جود نايت كيولي حبيبي. تردين اوكي وبعدين وراح ترحين. اوكي وبعدين كايلي حبيبي.